ومعنا مباشرة من رام الله مراسلنا فراس لطفي. هذه ليست المرة الأولى هذا العام فراس، ولكن الحديث بأن المواجهات عنيفة، ما آخر المعلومات المتوافرة لديك وماذا عن دخول عشرات الآليات والدبابات والجرافات؟ نعم روبير، بالفعل هي عنيفة بسبب أن الأجواء متوترة ومشحونة، والجيش الإسرائيلي يقوم بشكل شبه يومي باقتحامات إلى مدينة نابلس. منذ أيام أعلن المستوطنون أنهم سيقتحمون مقام النبي يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية هناك، وعلى إثر ذلك الجيش الإسرائيلي هذا اليوم مساء بدأ بنشر قواته عند مداخل مدينة نابلس، ونشر الآليات العسكرية، عشرات الآليات العسكرية وجرافات ومئات من الجنود. وقبيل انتصاف ليل هذا اليوم اقتحم الجيش الإسرائيلي بعدد كبير من قواته المنطقة الشرقية، منطقة الضاحية، وقام بنشر العشرات من أفراد القناصة على أسطح المنازل في دوائر تتوسع لأكثر من 3 كيلومترات. وبدأ الجيش الإسرائيلي بالدخول لتأمين المنطقة حتى يتسنى للمستوطنين الدخول إلى قبر يوسف وأداء الطقوس الدينية. اندلعت اشتباكات ولا تزال حتى هذه اللحظة مستمرة بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. هناك أيضا إلى جانب الاشتباكات المسلحة مواجهات بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأفاد يعني شهود عيان ومصادر محلية هناك بسماع دوي انفجارات متتالية بسبب العبوات الناسفة محلية الصنع التي يستخدمها الشبان في التصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة والمستنفرة بشكل كبير، وتقوم بإطلاق النار في كل صوب وفي كل اتجاه، أطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيلة للدموع، جرافات يتم التصدي لها بالزجاجات الحارقة. الوضع هناك محتقن جدا، خطير جدا مع هذا العدد الكبير من القوات الإسرائيلية حقيقة روبيرا المنتشرة في المكان. حتى الآن يعني لم تفد أي من المصادر الصحية الفلسطينية فراس الحديث بأن هذه الاشتباكات يشي بأن تأتي في شوارع مختلفة محيطة بقبر النبي يوسف، وهي كل مرة تمهد لوصول المستوطنين. بالفعل هذا صحيح، يعني منطقة قبر يوسف للشرح ذلك للمشاهدين هو داخل المنطقة التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وإداريا، وقريب من مخيم بلاطة وهو عند المدخل الجنوبي لمدينة نابلس. وبالتالي نحن نتحدث عن منطقة في قلب المنطقة الفلسطينية، قلب منطقة سكانية فلسطينية فيها العديد من المساكن والمباني ومخيم للاجئين الفلسطينيين. الآن كما فهمنا هناك عدد كبير من المسلحين ينتمون للكثير والعديد من الفصائل الفلسطينية يتصدون للقوات القوات الإسرائيلية المقتحمة لقبر يوسف، منهم عارين الأسود، كتيبة بلاطة وكتيبة عسكر. حتى أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى الضواحي القريبة لوسط مدينة نابلس. الوضع محتقن جدا، وهناك يعني استنفار كبير للجيش الإسرائيلي، هناك إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، إطلاق كثيف للرصاص الحي، وتحذيرات من وجود قناصة كما فهمنا من مصادر محلية، عشرات منهم يعني اعتلوا أسطح المنازل هناك لمواجهة أي تقدم للشبان المسلحين للتصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة. المستوطنون حتى الآن يعني لم يستطع إلا حافلة واحدة الوصول إلى قبر يوسف، وقد تكون الأمور صعبة عليهم هذه الليلة لتأمين هذا العدد الكبير من المستوطنين الذين يقتحمون قبر يوسف. حقيقة روبير هذا أجدنا الكبير فراس في رسائل سابقة وفي تغطيات سابقة، يعني قدمت لنا شرح مفصل تحديدا بشأن المدة الزمنية اليوم لقبر النبي يوسف. الحديث بأن أداء لشعائر دينية بحماية القوات الإسرائيلية تحصل في كل مرة، وهذا الجدل يرافقه تصعيد ومضاعفة للمواجهات وللقوات المؤللة التي تدخل لحماية المصلين والمستوطنين. بالفعل روبير يعني القرار اتخذ من المستوى السياسي، عادة ما يأخذ هذا القرار هو وزير الدفاع ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. السماح لدخول المستوطنين هو قرار من وزارة الدفاع، وعلى إثر ذلك يتم تحريك القوات لتأمين
المستوطنين الذين يريدون الصلاة في هذا المقام، وبالتالي فإن من اتخذ القرار هو يعني يقول الفلسطينيون معني بالتصعيد أكثر، معني بتأجيج الأمور ودفعها باتجاه انفجار كبير، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي كما تعلم روبير يقتحم بشكل شبه يومي مدينة نابلس ويقتل من الشبان ما يقتل ويعتقل من يعتقل ويخرج، وهذا يبقي المنطقة متأزمة ومشحونة، خاصة وأن الشبان الفلسطينيين عادة ما يتصدون للقوات الإسرائيلية ولو بالحجارة، وهذا ما يحصل الآن في مدينة نابلس. هناك المئات من الشبان الفلسطينيين الذين لا يمتلكون السلاح يتصدون للقوات الإسرائيلية بالحجارة، ولكن هناك أيضا بالمقابل إطلاق لعبوات ناسفة ويعني عبوات أنبوبية محلية الصنع يتم استخدامها للتصدي للآليات العسكرية الإسرائيلية. كما ذكرت لك واضح بأن إذا ما بقيت الأمور على هذه الحال فإن أعداد كبيرة من المصابين سيسقطون في هذه المواجهة التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي المئات من أفراده والعشرات من الآليات العسكرية الإسرائيلية. قبر يوسف عادة ما يكون نقطة ساخنة يعني ومنطقة قابلة للانفجار، كلما دخل المستوطنون إلى هناك وعادة في هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية عادة ما يكون في من المستوطنين الذين يقتحمون وزراء وأعضاء كنيسة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبالتالي هناك يعني دعم من المستوى السياسي وليس العسكري فقط لدخول المستوطنين إلى هذه النقطة التي يعني يعتبرها الفلسطينيون قابلة للانفجار كلما دخل عليها المستوطنون، ودعوات أكثر من ذلك لربما روبير من أقطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف في سدة الحكم في إسرائيل يطالبون بإعادة احتلال منطقة قبر النبي يوسف وهي في قلب تعتبر في قلب مدينة نابلس. طبعا هذه التغطية مع الزميل فراس لطفي، ونحن نتابع أيضا الصور الحية مباشرة من نابلس. شكرا جزيلا لك فراس على كل هذه المعلومات، وستكون معك في تغطية مباشرة في الساعات المقبلة.